تناوش ما بين قطع حربية أمريكية وزوارق الحرس الثوري الإيراني في الخليج العربي للمرة الثانية في غضون أسبوع، غير أن التوتر بين واشنطن وطهران يبدو أكثر سخونة في أروقة السياسة، فبعد تمرير الكونغرس الأمريكي حزمة عقوبات جديدة على إيران، بحثت لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني في اجتماع طارئ سبل الرد على التحرك الأمريكي. من الضروري أن يكون لنا رد فعل مناسب في ضوء هذه الأعمال العدائية التي اتخذتها الولايات المتحدة والتي ستؤثر على تنفيذ الاتفاق النووي، كما أنها ستضعف من استفادة إيران من الاتفاق، ولهذا فإن هذه الأعمال هي انتهاك للاتفاق. هكذا تعتبر إيران العقوبات الأمريكية خرقا للاتفاق النووي الموقع مع الدول الكبرى عام 2015، لكن في المقابل اعتبرت واشنطن العقوبات ردا على مواصلة إيران برنامجها للصواريخ الباليستية، وهو ما يحظره الاتفاق. وتصاعد التوتر عقب إعلان طهران عن تجربة إطلاق صاروخ قادر على حمل أقمار صناعية إلى الفضاء، وعلى الفور ردت الخزانة الأمريكية بفرض حزمة عقوبات تضم أفرادا وكيانات على صلة ببرنامج إيران الصاروخي.